السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أحبائي في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. حابين اليوم نتكلم عن شجرة الفل، الشجرة الرائعة. أنا بصراحة يعني لسه جايب شجرة وقلت أشارك حضراتكم لأني هنقلها دلوقتي للتربة، فقلت نشارك المعلومات إن شاء الله ونفيد ونستفيد ونوري حضراتكم كيف هننقلها للتربة وأهم خصائصها الرائعة. يعني هي معروف إن شجرة الفل أو نبتة الفل من النباتات العطرية، بتطلع ورود رائعة جدا، في منها كذا لون بس الأغلب الأبيض. طبعا أنا تعمدت أجيب واحدة صغيرة، وزي ما وريت حضراتكم فيديوهات تانية أنا بحب أجيب النبات صغير ويكبر وينمو عندي في الحديقة، ومع الوقت أوريكم كيف الاهتمام والرعاية والتسميد وطريقة الري. طيب، شجرة الفل بيطلق عليها برضو ياسمين أو الياسمين العربي، ليها وردة بيضة ريحتها قمة الروعة بصراحة. في خطوات لازم نعرفها، وطبعا كلنا عارفين إنها بتعقل، يعني لما تكبر معانا إن شاء الله ممكن ناخد منها عجل ونبدأ نملى الحديقة أو نحط في كذا قصيص عنا في البيت. شجرة الفل محتاجة ري، يعني محتاجة انك ترويها كل يومين ثلاثة، لما تحس ان التربة جفت معاك تبدأ تديها ري. تسميدها يعني هي مقاربة لأغلب الحاجات، مقاربة مثلا لمسك الليل، للياسمين. التسميد بتاعها شوف انا جايبها يا جماعة، يعني حتى شوف جذورها طالعة وما فيش اي اهتمام، حتى المشاتل يعني ما بتهتمش كتير. والله انا بتعمد اجيبها بالشكل هذا لاني بحس انه مزاج بالنسبة لي انني اخذ الحاجة وانا اللي راعيها، واشوف يعني كتجارب كمان كيف هتبدأ تكبر معايا وايش الكويس والوحش بالنسبة لي تسميدها وريها والاهتمام بيها. التربة هننقلها دلوقتي في التربة بتاعتها، وده دليل قاطع على ان تربتها وحشة جدا ومحتاجة مع نقل التربة هديها شوية ورق شجر، وبعد كم يوم هبدأ اديها على الخفيف خالص شوية محاليل واسمدة مع الري. الشجرة هذه يا جماعة بتحب الشمس، يعني انت على الاقل حطها في مكان ظل وشمس يتخللوا بعض، او ان انت تحطها في مكان يعني بيديها 4-5 ساعات على الاقل شمس مباشرة، ما فيش اي مشاكل بالنسبة للموضوع هذا. سواء كانت صغيرة زي هذه او كبيرة، تعود يعني ان انت اول ما تجيبها وهتنقلها او هتبدأ تهتم بيها، اي حاجات صغيرة زيادة زي هذه شايفها ناشفة وملهاش اي قيمة بتيجي عليها من اساسها وتشيلها كده اهو، بنشيلها خالص عشان نحفز الشجرة. شفنا اي حاجة طالعة هنا هنا بنشيلها عشان نبدأ نحفز الشجرة انها تكبر معانا. بنيجي لأوراق زي كده او اوراق مصفرة بنشيلها خالص، لكن انا دلوقتي عشان لسه هبدأ بس انقل خليتها زي ما هي. نبتة الفل يا جماعة لما تكبر معاكم وتبدأ ان شاء الله تطلع التزهير، لما تلاقوا وردتها بدأت مش وهي صغيرة، لما تلاقوا الوردة بدأت تكبر وتتفتح خالص وتطلع الريحة الزكية الحلوة بتاعتها وبدأ يكتر، شيل الورد، قص الورد. ليه؟ كل النمو والغذاء اللي في الشجرة زي موضوع شجرة الريحان، لو راح للبذور كل الأكل والغذاء بيروح للبذرة، فأنت بتشيل البذرة لأنك مش محتاجها، أنت محتاج الشكل العام الحلو والريحة الحلوة للشجرة في البيت. هذه نفس النظام، انت شفت الورد بدأ يكبر سيبه واستمتع بريحته الزكية الحلوة، لكن اول ما تشوفها كبرت خالص وزادت عن الطبيعي قصها عشان تبدأ تدي الخير لغيرها. اللي لسه بيكون صغير وبدأ يزهر الورد بتسيبه مفيش فيه اي مشاكل، لكن دي من الطرق التحفيزية للنمو، كبرت خالص الوردايه شيلها وقصها عشان تبدأ تشوف الشجرة غذاء يروح لحاجات تانية فيها وللسيقان. بالنسبة للري يعني هنحطها في الأرض أو في القصيص، التربة نشفت كل يومين مثلا ثلاثة بتديها شوية مية. تسميدها سواء اسماد بلدي مخلفات طيور، سواء اسماد ان بي كي خفيف، زي أي شيء. أفضل معاد للتعقيل إن أنت تيجي في شهر من أواخر الشتاء 2 لغاية 5 مثلا، أفضل وقت إن أنت تاخد منها عجل وتنظف المكان التحتاني سواء هرمون تجزير أو تربة سهلة الصرف، وتبدأ تغرز العجل بتاعتك. ايش تاني ممكن نقوله عن شجرة الفل؟
الشجرة هذه يعني مش عايز اقول لكم يا جماعة من افضل الشجر، و بتوصل حوالي من مترين لثلاثة او ساعات اربع امتار، بتدي ريحة رهيبة جدا في البيت، رائعة ازهارها رائعة. بس يطلق عليها الياسمين العربي، من افضل الاشجار اللي ممكن اقول لكم لو عايز نباتات زينة عطرية في بيتك، من افضلها ان انت تزرع شجرة فل او ياسمين عربي في البيت. زي ما قلنا الاضاءة اديها مكان ما تخافش عليها من الاضاءة، بلاش تكون ظلة زيادة عن اللزوم لانها عايزة اوراقها بتكبر وبتبقى مزدهرة جدا، ومحتاجة انها تكون الازهار تاخد شمس وبناء ضوئي. اذا كده هننقلها بس للتربة، ونشوف مع حضراتكم مستقبلا كيف هتبدأ ان شاء الله تطلع معانا الزهور وتكبر عن المستوى اللي حضراتكم شايفينه. هناخد الزهرة بتاعتنا، انا جهزت لها مكان بصراحة، يعني شوف هنروح في مكان مشمس، وطبعا التربة اللي هنقولها فيها تربة رائعة، ولكن المكان مشمس بزيادة. مش مهم ليه، لان احنا هنيجي كمان حوالي ساعة كده الشمس هتكسر على المكان، ونبدأ نعملها ايش، نرويها ان شاء الله لما الشمس تهدى عليها. هنا بتتنا الرائعة الفل، وديتها مكان عشان تطلق فيه ان شاء الله وتاخد راحتها. المكان هذا بيوصل الشمس حوالي 3-4 ساعات في اليوم، وباقي الوقت مضلل، وان شاء الله هتطلق وتكبر معانا في هذا المكان. انا جبت شوية ورق شجر اهو، لو حضراتكم تلاحظوا، مع شوية عروق خفيفة تربة من تحت الشجر اللي عندي الكبير، ونيجي على الارضية هنا ونحطهم في قاع التربة. الموضوع هذا مهم جدا يا جماعة، لان الورق اللي انتم شايفينه هذا الارض رملية، الارض رملية، فلو حطينا مية هتجري، فانت بتحط هدول في القاع ليش؟ عشان لما تسقي الرملة من فوق الورق هذا يفضل تحت مبلل ويبدأ يتحلل ويحتفظ بالماء. الجذور اللي حضراتكم شايفينها هذه هتبدأ الحين تدور على مجرى، هتجري في الرملة. أول ما تبدأ تصطدم بالورق اللي تحت اللي هيتحلل مع الوقت ويبدأ يحتفظ لي بالمية في القاع، هو هذا اللي هيخليها دايما تحس بنضارة، وإن في رطوبة في قاع التربة وتبدأ تجري فيه، وتحس دايما إنها في نسبة مياه. الشجرة هذه بتحبش الملوحة الزيادة، اسقوها بمية حلوة وحافظوا على سقايتها وتسميدها في الوقت والمعاد، وأفضل معاد للتعجيل والزراعة برضو، يعني هذه جاهزة فأنا هزرعها دلوقتي فيش مشاكل، لكن التعقيل والإكثار خليه دايما من 2-5 يعني في الربيع وأواخر الشتاء. حطينا زي ما حضراتكم شايفين، ومش هزقى الحين كمان، أنا هخليها بس تروح في الأرضية ونحطها بتربتها. هنيجي هنا ناخدها زي ما حضراتكم شايفين، احطها على جنب كده اهي لو حضراتكم شايفين معايا، وهناخد التربة بتاعتها اللي كانت في القصيص ونحطها كده تمام، ونيجي عليها هي تربتها. بسم الله، شوف انا بحاول الحين انزلها بجدولها في وسط اللي بتاع اللي قلت لحضراتكم عليه. طبعا هي بترجع لمستوى حجم الحوض او القصيص اللي انت هتزرع فيه، فانا شايف ان هذا مناسب جدا الحين ليها اهو. شوف هنبدأ ننزل عليها تربتنا وندوس، المفروض اني اسقي، لكن طبعا لا، السقاية لما الشمس تكسر خليها الحين تاخد لها شوية بناء ضوئي. بسم الله، بس كده زرعنا الشجرة وندوس على جنابها ونفرغ الهواء. إن شاء الله تذكروا معايا هوري حضراتكم مستقبلا كيف شجرة أو نبتة الفل الرائعة هتكبر معانا وتتمدد في الأرضية مع الاهتمام بالري والتسميد، زيادة التعقيل زي ما قلنا معادها في من شهر 2-5. خلاص زرعنا شجرة الفل وأصبحت موجودة عندنا في الحديقة زي ما حضراتكم شايفين أهي، تمت زراعتها. أنا بعدتها عن باقي الأشجار، يعني اديتها حوالي 1.5 متر بعد عن باقي الأشجار. خلاص تمت الزراعة، هنيجي بعد حوالي ساعة لما الشمس تكسر عنها نبدأ نديها المية والسقاية.
ببدأ أني أديها من بعيد برضو شوية بواقي، سماد قهوة، سماد رماد، شوية محلول من الموز أو البنجر، أي حاجة موجودة عندك في البيت لا تحرمها، زي أي شجر حتى زي المسمر. إذن قلنا أغلب الحاجات، اتقلموا أي ورق ملوش لازمة، طلع عندكم الزهور وكبرت زيادة عن اللزوم بتشيلوها. إذن كده قلنا كل شيء عنها، أنصحكم أن أنتوا تزرعوها. نبتة الفل رائعة جدا وريحتها رائعة جدا في البيت يا جماعة الخير، وانتظرون إن شاء الله أوريكم كيف إكسارها لكن مستقبلا، وكيف هتكبر معانا بإذن الله تعالى. نتمنى يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه ونال إعجابكم، يا رب تدعمونا وتشاركونا وتشجعونا يا جماعة وتكونوا معنا في القناة، نسعد بأن احنا نشوفكم معانا، نشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. أخوكم نعيم حجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.